FM. الكلمة ليك. احنا اليوم نتوجه عندنا التمشي متاعنا متاع اللي معناها ابدته هيئة الانقاذ في الاعلان على هيئة تسييرية تسير الحزب حتى المؤتمر، وقلناها قبل فيدروت عاملينها وان شاء الله نهار لحد باش نعلن عليها. لكن باراليلمون مع الاطياف السياسية اللي اليوم يهمها موضوع لطفي نقض، احنا ان شاء الله ان يكون عندنا معناها باش تكون عندنا مبادرة في الايام القادمة باش نتصلوا بالاحزاب القريبة واللي تشاركنا معناها السوسية هذايا متاع انقاذ البلاد وانقاذ المؤسسات اللي ما نخليوهاش تمشي في منحة اخر يهدد الانتقال الديمقراطي، وباش نشوفوا امكانية التنسيق كما وقعت قبل. أنا نتذكر كما قلت بكري أنه قبل نهارة اللي مات لطفي نقض كان شكري بالعيد نجيب الشابي في المظاهرة في شارع بورقيبة، قبل الدفينة وقعت مظاهرة في شارع بورقيبة بمبادرة من شكري بالعيد، وهو كانت أول تقارب بين النداء والحركة والجبهة الشعبية وقتها، منعرفش عملوا الجبهة ولا مازالوا مع شكري بالعيد. ستين نهارة اللي خرج هو بعد اغتيال لطفي نقض وأعلن على معناها تضامنه مع الموحب حتى ينتقل، لكن معنا التطاوين جاء معنا لشارع بورقيبة والندوة الصحفية، فوقتها خلى التقارب اللي بعد مهد لجبهة الإنقاذ واعتصام الرحيل بدأ زادها. معناها مسألة لطفي نقض تداعياتها مش كان على النداء، حتى على التقارب بين الأطياف الديمقراطية. إن شاء الله المرة هذه تكون معناها لهذايا الضوء الأحمر يعطينا إشارة أخرى كما اعطانا لطفي نقض استشهاد وقتها. الكلمة ليك.